استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب طاقم عمل برنامج أنا لها، والذي عرض في شهر رمضان بإنتاج من STC البحرين وبقيادة صانع المحتوى الإعلامي عمر فاروق. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن برنامج أنا لها يوثق تلاحمه ومعدن الشعب البحريني في تقديم العون والمساندة والسعي الحثيث دائما في الوقوف مع الجميع في المواقف الصعبة والتي تتطلب وقفة جادة من كافة الأطراف. أولاً مبروك على البرنامج العظيم اللي يعكس قيمنا ورسومنا وتكاتفنا وتلاحمنا كدولة كشعب متضامن متكاتف متماسك. الله وهبنا هذه الدولة الغزيرة والعميقة بناسها وتاريخها. الله حمانا من هالبحار من كل صوب وخلانا يعني أنت وارث هذه الجينات اللي هي عطتنا كل البصمات اللي بحقيقة ما تعني بكلمة البحريني. إحنا ناس ما نرضى على بعض، ما نرضى على دولتنا، وفي وقت الرخاء الواحد ما ينحسب عليه، لكن في وقت الشدة فعلا تلقى الخامات الطيبة. وأنتوا اليوم في أبسط مثال تحطون هذه التجارب وطلعونا هذه الخامات اللي فعلا ما أتفاجأ. أنا ما أتفاجأ، كثير يتفاعل ويتفاجأ وكثير يعني ينفعل مع ردة فعل الناس وكيف إنهم يتساعدون ويسعون للخير لكن أنا الحقيقة ما أتفاجأ أبدا، لأن شعب مجرب عبر العصور والأزمان. وأشار سموه إلى أن البرنامج يعزز من جوهر الهوية الوطنية في التلاحم والمحبة، مؤكدا الحرص الدائم على تقديم كامل الدعم لتحفيز الطاقم على الإبداع والابتكار. وأشاد سموه بجهود القائمين على البرنامج والأفكار المتميزة التي طرحها البرنامج من خلال التجارب المطروحة والتي تؤكد امتلاك الكوادر البحرينية قدرات وأفكار في الابتكار وصناعة محتوى يحقق أهدافا نبيلة. هذا وحقق برنامج أنا لها أرقاما مذهلة من حيث المشاهدة للمواضيع التي تم طرحها، وهي 17 تجربة اجتماعية، بعد أن وصل العدد إلى أكثر من 200 مليون مشاهدة حتى الآن، ونسبة البحرينيين القائمين على البرنامج تعادل 90%. هذا وطرح البرنامج مواضيع حساسة، كما فتح باب النقاش لمجموعة من التجارب الاجتماعية بين مؤيد ومعارض.